لك أنت ما تخجل، أنت اللي محسوب علي ابن مذهب، توقف تقول لي، تقول لي كافي مجالس، كافي حزن، كافي لطم. صابئي وقف أقام موكب يخدم للحسين، وأنت المفروض ابن الإسلام، ابن لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، توقف تقول لي خنكتونا؟ معقولة لهالدرجة؟ لعد أنت شقد تحمل مشاعر سلبية في داخلك، لعد أنت شقد مسحور. أنا أتكلم هذا الكلام مو حقدا عليك أبدا أبدا أبدا، الله يشهد ورسوله، دا أتكلم هذا الكلام مو حقدا على أبنائي، دول أبنائي أبنائنا، أتكلم أسفا أتأسف